التكنولوجيا المتقدمة هي المحرك الذي يدفع بعالمنا الحديث قدماً، لكن الهندسة هي أساس بناء التكنولوجيا وتطورها المستمر. نعمل على صقل المكونات وتشكيل أسطح التوجيه والتحكم الهوائي وتمكين الأنظمة. نحن EPI، الركيزة الأساسية لهندسة قطاع الدفاع والملاحة الجوية، وحليف مختص بدعم صناعات النفط والغاز. نتفوق اليوم في صناعة وصيانة المكونات الهندسية الدقيقة من خلال التصنيع، التشكيل الآلي، المعالجة، التجميع، توفير الأدوات، الفحص، كما نوسع الإمكانات ونطور سلاسل التوريد ونؤسس علاقات جديدة ونستثمر في المستقبل لتعزيز جاهزية أسطولكم والتأكيد على تأهبكم للعمليات في منشآتنا الحديثة. نرتقي بهندسة الطيران والعمليات البحرية من خلال حلول صممت وفق معايير القطاع لتحقيق مستويات الجودة العالمية. فعندما تناديكم مهماتكم التالية ستكونون مستعدين ومتأهبين للتحرك، لأننا بجواركم اليوم. لا يقتصر عملنا على ابتكار ما هو جديد، بل نقوم ببنائه وصيانته بدقة متناهية وأداء متفوق. EPI، دقة متناهية، تحكم كامل. Edge، نحو مستقبل آمن.